طوبى لمثلك حافظ القرآن، طوبى لكم بمحبة الرحمن. أكمل طريق. السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم أيها الأحباب، سعداء باللقاء معكم في يوم جديد وحلقة جديدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكونوا جميعا بكل خير وصحة وسلامة. ما زالت الظاهرة الغريبة، ظاهرة دوران الحيوانات والأسماك والطيور بشكل دائري محل جدل وخلاف كبير جدا. إيه السر في هذه الظاهرة؟ هل النجم الطارق علاقة بهذه الظاهرة؟ النهاردة معانا مفاجآت بتؤكد ما قلناه في الحلقات السابقة. النجم الطارق بيؤثر بقوة على الحقل المغناطيسي للأرض، بما يؤثر بوضوح على الحيوانات وعلى الطيور وغيرها بشكل دائري. امبارح في حلقة البث المباشر حد سألني وقال لي اشمعنى الطيور والحيوانات والدواب في أماكن معينة بتدور بهذا الشكل الدائري، يعني ليه ما رأيناش ان كل الحيوانات بتدور بهذا الشكل؟ الإجابة لأسباب مختلفة. أول حاجة، لأن الحقل المغناطيسي بتاع أو النيترونات بتاعة الطارق، الأقطاب المغناطيسية بتضرب في أماكن دون الأخرى، فالأماكن اللي فيها تأثيرات أقطاب الطارق المغناطيسية في هذه الأماكن اللي فيها الحيوانات بتشوف فيها الظاهرة دي دون غيرها من الأماكن. والنهاردة معانا مقطع فيديو مفاجأة بكل المقاييس بتؤكد بوضوح صحة ما قلناه. ما حدث في سماء كندا بيؤكد بوضوح ان تأثيرات الطارق واضحة جدا جدا جدا. كلكم عارفين ان هؤلاء ديت المقصود بها حكام العالم الحقيقيين بيحاولوا اخفاء حقائق هامة جدا علشان الناس ما تستيقظ وتفوق من الغفلة اللي هي فيها. من أهم ما يفعل هؤلاء رش غاز الكيمتريل وعمل رؤية ضبابية وإخفاء حقيقة النجم الطارق وغيره من الكواكب. خد بالك، الكواكب عكس ما ضحكوا على الناس وفهموهم إن هي بعيدة جداً ولا يستطيع أحد أن يراها يعني عن قرب، الكلام دوت غير صحيح. الكواكب ليست بعيدة كل البعد كما صوروا لنا، بدليل أن في ناس كتير بدأت ترى كواكب ظاهرة بوضوح في وضح النهار، مجرد أنه يطلع على مكان عالي ومرتفع ويشوف مشاهد لكواكب بطريقة واضحة جدا، خاصة بجوار قرص الشمس. وإحنا قبل كده عملنا حلقة وعرضنا عليكم هذه المشاهد لكواكب، ومنها نيبيرو، ومنها كوكب العذاب أو كويكب العذاب نيبيرو. كل النجوم أيها الأحباب والكواكب تحتوي على موجات كهرومغناطيسية. ولكن الفيديو اللي هعرضه عليكم دلوقتي اللي شوهد بوضوح في سماء كندا بيبين لينا كوكبين جنب بعض، كوكبين جنب بعض، والناس مش عارفة ايه دول. دي كواكب، كوكبين جنب بعض، وشايفين زي ما بتظهر قصادنا هذه المشاهد الغريبة جدا جدا. نقرب شوية الكاميرا بالظبط كده هوت، هتلاقي ايه، هتلاحظ ايه.
ايه الحاجة المضيئة اللي بتدور بحركة دائرية بمحاذاة القرص بتاع الدائري اللي هو الكوكب؟ شايفين مع بعض ايه الحركة الدائرية دي؟ هي نفس حركة الطيور والخرفان والغزلان اللي بتدور بشكل دائري بنفس النمط. هل تأكدتم أيها الأحباب؟ اتأكدتم إن السبب هو تأثيرات النجم الطارق؟ طبعا اللي احنا شايفينه ده يعني كوكبين جنب بعض. ممكن تكون هذه الكواكب يعني ربنا أراد أن تظهر والناس تصورها في ذلك التوقيت عشان نقدر نربط. ده مش نيبيرو، خد بالك، يعني هذه المشاهد ليست لكوكب نيبيرو أو للطارق، وإنما هي مشاهد عشان خاطر تعرف صورة تقريبية للتأثيرات اللي عملها النجم الطارق، اللي عملها في الحيوانات وخلاها تلف بنفس الشكل ده. انا هعمل ايه دلوقتي؟ هحط صورتين جنب بعض. الصورة الاولى صورة الكوكبين اللي جنب بعض اهو، هصغرهم وهحط جنبيهم صورة للنمل وهو قاعد بيلف اهو دلوقتي بيظهر قصادنا، وتعقدوا مقارنة وتحطوا الصورتين جنب بعض. شوف معايا المشاهد هتبين لك ايه، هتفهم ايه من هذه المشاهد. انا هسكت ثواني وتتفرج على هذه المشاهد. ايه رأيكم؟ حاجة واضحة جدا جدا ايها الاحباب، الحقل المغناطيسي لدرع الارض في حالة تلف شديدة وشبه انهيار من تأثيرات النجم الطارق، ذلك النجم النيتروني، واحنا بنؤكد هذه الحقيقة، واي تفسيرات لدوران الطيور والحيوانات بشكل دائري كلها تفسيرات بعيدة كل البعد عن الايه، عن الواقع وعن الحقيقة اللي هم بيحاولوا يخفوها عنكم. لسه الفترة اللي جاية كمان هتنكشف حقائق أكثر فأكثر، ولسه داخلين على شهر جماد، لو تحققت الأحاديث في جماد هنشوف العجب العجاب ما بين جماد ورجب. تابع معايا الأحداث وشوف المشاهد الغريبة اللي احنا بنعرضها ليكم، الحركة الدائرية. تأثيرات الطارق بدأت أيها الأحباب زي ما اتكلمنا في حلقة امبارح، بدأت تظهر بوضوح. وفي الحقيقة لما عملت حلقة امبارح لقيت في التعليقات تفاعلات ما كنت أتوقعها، ناس لما اتكلمنا عن أعراض التأثيرات الطارق على البشر، الناس اللي ما عندهاش أي أمراض مزمنة وبتعاني على فجأة بتلاقي نفسها في حالة صداع، في دوران، في حالة غثيان، رعشة مفاجأة، جسمه همدان، هبطاء، كل العلامات دي والتأثيرات بتاعت الطارق، لقينا تفاعلات كبيرة من الناس وأكدوا لينا المعلومة بقوة. وفي حقيقة الأمر يعني ما كنت أتصور إن الموضوع يبقى بهذا الوضوح، ناس ما عندهاش أي أمراض ولا بتشتكي من أي حاجة وبعت لينا بتأكد هذا الأمر، وبتقول على فجأة بنبقى قاعدين بنلاقي نفسنا جالنا صداع مفاجئ، سرعان ما يزول هذا الصداع، زي ما أكدنا في الحلقة بتاعت امبارح تأثيرات، ورجعوا للحلقة، تأثيرات الطارق بدأت على البشر. مش بقولك الفترة القادمة هنشوف ظواهر وأشياء غريبة جدا جدا، كمان عايز
علق على الحلقة بتاعت امبارح اللي عملتها من كلام الشيخ أحمد الجهري اللي قال إن في أحداث هتحصل بعد حفل معين هيحصل ظهور لشخصيات آخر الزمان وللإمام المهدي، وقلت إن ممكن يبقى الحدث ده هو كأس العالم لأنه قال لن يتغيب عنه أحد، وفي نفس الوقت يعني قلت إن ممكن يبقى الاقتتال على جبل الذهب. وأحد الأصدقاء في حلقة البث المباشر امبارح أضاف لي فرضية جديرة أن نضعها في الحسبان، ألا وهي حفل تنصيب ولي العهد ملك. ده احتمال برضو وارد، وبعدها تتوالى الأحداث ويحدث الاقتتال ويظهر الشخصيات لآخر الزمان والإمام المهدي. كل الأمور واردة، وما زلنا أيها الأحباب نبحث عن مفتاح بداية الأحداث. مش عايزين نطول عليكم، انتظرونا بإذن الله بعد قليل معنا المزيد من الكلام. تابعونا، بارك الله فيكم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.